السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. الأمة الحية تنتصر إذا انتهكت مقدساتها. الأمة المسلمة تحزن للمساس بمشاعرها. الأمة النابض قلبها تدافع عن معتقداتها. ورغم أن إيماننا الذي لا يحتمل الشك قول رب العزة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلا أننا سنسأل عن موقفنا. وهذه الأمة تتداعى كالجسد الواحد لجرح ألم به، تنتفض حين محاولات الاستهانة بدستورها بكلام ربها. وهذه الأمة الحية، قد يقول قائل الكتاب لكتاب الله تنتفضون وللمظلومين والمسلوب حقوقهم تصمتون. هي الأمة الحية تجيب بحرقة عما ألم بها، وهذا الحال لا يدوم، فلهدم الكعبة حجرا على حجر أهون من قتل المسلم. الاعتداء على المقدسات الإسلامية وطرق المواجهة عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم ليتفقهوا في الدين. ويسعدني أن أرحب بشيخنا الشيخ العلامة محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله ووفقكم وسددكم وحفظكم. حياكم الله. في البداية، كيف تنظرون إلى محاولات المساس بمشاعر الأمة الإسلامية بين الفينة والأخرى من قبل من يوصف بمتطرفين أو ربما حاقدين على الإسلام كما يوصفهم الكثير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذا الكتاب الكريم كل ما نحتاج إليه، فهذا القرآن هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو كلام الله جل جلاله، منه بدأ وإليه يعود، هو المهيمن على الكتب كلها والمصدق لما بين يديه من الحق، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. هذا القرآن الكريم بيّن لنا أن هذه الدار ليست دار قرار، وإنما هي دار امتحان، وأنها مسرح للصراع بين الحق والباطل، وأن فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان، وأن الصراع بينهما أبدي سرمدي لا ينتهي إلا عند نهاية الدنيا. وقد قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وبين سبحانه وتعالى حال أعداء هذا الدين، وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فلذلك لا بد أن يبقى هذا الصراع قائما، ولا بد أن يبقى أعداء الله يخرجون أضغانهم ويبدون عداوتهم بكل ما يستطيعون. ولذلك ليس الأمر جديدا، ولا ابن ساعته، ولا ابن هذا الزمان، وإنما هو موجود منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، منذ بعثه الله بالحق، وأعداء الله يتكالبون عليه وعلى ملته وشريعته وما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يضرون المسلمين شيئا إلا أذى، كما قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وكل أصحاب الملل المحرفة المبدلة إلب على هذا الدين وأهله، ولذلك قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والناس إلب علينا فيك، ليس لنا إلا السيوف وأطراف القناة وزر. والخلائق جميعا
لا يمكن أن تطفئ نور الله، وهذا القرآن نور الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلا بد أن ينصر الله دينه ورسوله ونوره الذي هو هذا الكتاب المبين. نعم. لو تألبت عليه الخلائق جميعا لم تكن لتطفئ شيئا من نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فهذا النور سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وبعز عزيز أو بذل ذليل، وحينئذ لا بد أن يبذل أعداء الدين ما يستطيعون في سبيل الوقوف في وجه ذلك، ولكن كيدهم في نحورهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالتطاول على شخص النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم. ووصفه بما هو بعيد عنه من الصفات، والتطاول على القرآن ومحاولة إحراق نسخة واحدة منه، وكذلك إحراق كتب السنة أو كتب العلم عموما، نعم. وكذلك الطعن في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، والطعن في صحابته الكرام، والطعن في آل بيته الأبرار. كل ذلك من محاولات الاعتداء على مقدسات هذا الدين طيب وحرمات الله سبحانه وتعالى، ولن يضر ذلك هذا الدين ولا مقدساته ولا حرماته شيئا، نعم فقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد عظم الله شعائره، وما عظمه الله لا يمكن أن ينقص من قدره تآمر المتآمرين ولا جميل جرائم المجرمين. ولا بد أن ندرك أن هذه الأفعال لا تخرج عن هذا السياق، وأنها منه، وأنها ستبقى ما دام الصراع قائما. لا تخف هذه إلا عند ضعف المسلمين وتراجعهم وتهاونهم، نعم وهي فقط عبارة عن جس للنبض ومعرفة لحال الأمة، وفحص لها هل ما زالت حية تتألم إذا انتهكت حرمات الله وتغضب لغضب الله ونحو ذلك. وقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي الدرداء قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر فقالت: الله. كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن النصيحة لكتاب الله من الدين، فقال: الدين النصيحة، نعم قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلذلك لا بد أن ينتصر المسلمون لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويجب عليهم أن يبذلوا الجهد في سبيل ذلك. وسؤالك الذي جعلته عنوانا لهذه الحلقة مقتضي منا أن نعرج على الحكم الشرعي لهذا، والحكم الشرعي أنه يجب على حكام المسلمين جميعا، كل دولة إسلامية لها علاقة بحكومة السويد الآن، أن تقطع علاقاتها بهذه الحكومة حتى تعتذر، وأنه يجب على كل الشعوب المسلمة أن تحتج على حسب ما يسمح به القانون في بلادها من الاحتجاجات، حتى تظهر براءتها من هذه الجريمة وإنكارها لهذا المنكر. ويجب على الصحافة والدعاة والخطباء والشعراء أن ينتصروا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحيوا وعي هذه الأمة وضميرها في كل هذه الاعتداءات على مقدساتها وعلى حرمات الله جل جلاله. لا بد أن تتحرك غيرة المسلمين في نفوسهم، نعم وأن يعلموا أن الحرمات والمقدسات التي قدسها الله وحرمها لا بد من العناية بها. فكثير من الناس بردت لديهم هذه بما يشاهدون من الانتهاكات لحرمات الله في المسجد الأقصى وفي أماكن شتى، وما يرون من الاعتداء على المسلمين في مساجدهم وبيوتهم ومدنهم وأسواقهم، وما يرون من إراقة الدماء المسلمة التي هي أرخص الدماء الآن على وجه الأرض. فتقف لديهم هذه الجذوة في صدورهم، وهي جذوة الغيرة على حرمات الله ومقدساته،
لكن هذه الجذوة من الإيمان، ولا بد أن تتقد بنور الإيمان، ولا بد أن تتحرك النفوس بحركة هذه الجذوة بقدر إيمان الإنسان، تكون غيرته على مقدساته وعلى حرمات الله سبحانه وتعالى وعلى عقيدته كلها. لا بد أن يكون الوعي سائدا في الأمة كلها، شبابا وشيبا وكبارا وصغارا ورجالا ونساء، أن هذه المقدسات لا بد من احترامها، وأن هذه الجرائم لا يمكن أن تمضي بسكوت، ولا يمكن أن ترد فقط بمجرد بيانات استنكار وشجب ونحو ذلك، بل لا بد أن يكون هناك خطوات عملية، منها مقاطعة كل المنتجات السويدية، حتى مقاطعة الشعوب الإسلامية كلها لكل المنتجات السويدية، حتى تعتذر عن هذه الجريمة الشنعاء. جميل جدا شيخنا، لو سمحتم لنا نفتح باب الاتصالات للسادة الجمهور المتابعين. بارك الله بكم مشاهدينا الكرام، نذكركم بأننا نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم ومن خلال التعليقات في الفيسبوك. بارك الله بكم. نبدأ بالأخت هناء، تقول تحية طيبة لك أستاذ فاتح، وتحية طيبة لشيخنا العلامة ولد الددو حفظه الله. في الجنة يجد المسلم ما وعده الله وهو الحق، وفي النار يجد الكافر ما وعده الله وهو الحق، وعندها تتجلى الأمور، لا يوجد للشك مكانا. سؤالي، هل ينقطع ذكر الله وحمده من قبل أهل الجنة وهم في أعظم وأدوم نعم الله عليهم؟ وهل ينقطع الاستغفار من قبل أهل النار وآنذاك قد قدروا الله حق قدره؟ ولي سؤال آخر، هل لشيخنا الفاضل زيارات للأردن؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للدنيا هي دار العمل، والعمل منه الذكر كله، ولكن أهل الجنة لهم من الذكر ما يجدون به لذة ومتعة، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد لهم بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وحينئذ من المؤمنين من تشتهي نفسه وتلذ ذكر الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم قالوا نعيم الملائكة في الآخرة هو أن يلهمهم الله ذكرا ينالون به من السعادة ما لا يناله الناس بغاية النعيم، فحظهم من النعيم هو ما يلهمهم الله من ذكره والثناء عليه بما لا يمكن أن يقدر ما يصلون إليه من السعادة به. والسعادة كثير من الناس يتصورها في المآكل والمشارب والمساكن واللباس ونحو ذلك، لكن السعادة منها ما هي سعادة روحية، والروح ليست كالجسم، فالجسم لا يرى إلا بالعينين، ولا يسمع إلا بالأذنين، ولا يبتلع إلا من خلال الفم والحلقوم، ولا يشم إلا من خلال الأنف. أما الروح فليست كذلك، فهي تدرك بكل جزء من أجزائها كل هذه المدركات، نعم وتحس بكل هذه الأحاسيس، ولذلك نعيمها بالغ جدا، فسعادتها سعادة عظيمة جدا. جميل جدا. طيب بالنسبة للأردن، هذا اللي أظن، ما لا أظنه سؤالا فقهيا طيب في هذا. أخ محمد من ساحل أنا زرت العاج. الأردن كثيرا، نعم زرت الأردن كثيرا في الماضي. نعم أخ محمد من ساحل العاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله، أهلا ومرحبا، تفضل سيدي. أهلا، أرجو من شيخنا صالح الدعاء. أولا ولدي وفقك الله. سؤال، لقد اتصلت مسبقا بأحد العلماء نافي ولم يتضح لي، أرجو أن نتكلم به مع بدارجيتنا إذا كان لا لديكم مانع. أنا تفضل ليس تفضل لدي هذا مانع، سؤالك. تفضلوا. سؤالك ما هو؟ سؤالي، أنا معي، أنا تاجر و في جنبي تاجر مثلي، كنت أساعده في فترة من الزمن وما زلت الآن نتعامل معه، وبقى لي فيه دين، بقى لي فيه دين يبلغ، دين يبلغ حوالي دين كثير، يعني مليونين أو ثلاثة بعملتنا، وصعب عليه نقله، وتعاملت معه، قلت له أتمنى أن يتم شيء يومي من عندي، هل يسمعني الشيخ حتى نتكلمه ب دارجية نعم لكي يصعب علي غليل الكلام؟ تفضل تفضل، يسمعك تفضل الشيخ. أطلبت منه، بارك الله، ذلك هذا. نعم بارك الله فيكم، أنا طلبت منه تم شيء من عندي يومية
مبلغ يشريه ويدفع اول نهار كل مع اليوم ان يعود دحميس يسدد لي، ولكن انا عدلت عمليه ما هو عالم بها لكي ندور نستخلص منه. عدت كل ما عود الدحميس نتحاسب بيننا، نتحاسب بيننا، ندير عليه مقابل 20,000 فرنك او 15,000 فرنك بدون علمه، حتى يفوت يخلص مني عني دينه. طيب شيخنا، هل هذا يجوز ام لا؟ انا نخلص ما علمته، يعني كل حساب بيني معه ندير نعم. عليه 15,000 او 20,000 هو لا علم له بها، نعم واضح، ونقلعها من دينه المسبق. طيب اخ محمد، هل هذا يجوز ام لا؟ ما علي ان افعله؟ نعم. هل هذا يصح ام لا؟ نعم الله جميل، شكرا جزيلا لك اخ محمد، كنت معنا من الساحل العاجل، الان تسمع الاجابه ان شاء الله، تفضلوا شيخنا. نعم، إذا لم تستطع الحصول على دينك إلا بهذه الطريقة، وهي أن تزيد في الحسابات بينك وبينه حتى تقتضي منه دينك الذي هو مقر به وثابت عليه، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، مع أن المسألة فيها خلاف أصلا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولكن هذا الحديث قد يكون من باب الإرشاد وليس من باب الوجوب، وهذا ما حمله عليه عدد من أئمة المالكية. وحينئذ يكون الإنسان إذا وجد شيئه فهو أحق به، وإذا كان الشيء غير متعين كالنقود التي لا تتعين بالتعيين فيمكن أن تقتضيها بالتدريج شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك تخبره أنك قد اقتضيت الدين الذي كان في ذمته، وأنك كنت تقتطع منه أو تزيد عليه في الحساب مبلغا محددا لا يضر به، وأنه الآن قد قضي الدين الحمد لله. نعم جميل. طيب معنا الأخ محمد من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بالأخ محمد، وعليكم حياك السلام الله. ورحمة الله وبركاته. أحبك في الليل. أحبك بارك الله. الله بكم. هناك سؤالات محدودة ويمكن أن أسأل. تفضل سيدي تفضل. عندي ثلاثة سؤالات. تفضل. السؤال الأول: هل صوت المرأة وهي تغني عورة؟ هل السؤال الثاني: صوت المرأة هل صوت المرأة وهي تغني وهي تغني عورة؟ نعم. السؤال الثاني: هل قراءة القصص التي فيها آلهة خيالية، يعني كالآلهة الإغريقية، هذا يجوز أو حرام؟ قصص التي فيها آلهة خيالية؟ نعم، أو ألعاب أو شيء. طيب سؤال هل الثالث: سفر المرأة مع مثلا أصدقاء العائلة مثلا ليس من محارمها، هل هذا يجوز؟ طيب طبعا السفر يكون مع أصدقاء العائلة، يعني لوحدها أم مع زوجها؟ أو لا لا لا، لوحدها. لوحدها وهم رجال أم نساء؟ هي رجل وامرأة، هي تسافر مع صديقتها، مع أمها وأبو صديقتها. طيب جميل واضح، شكرا جزيلا لك أخ محمد، إن شاء الله تسمع الإجابة مباشرة. شيخنا نبدأ بالسؤال الأول: هل صوت المرأة وهي تغني عورة؟ إذا لم يكن ثم عزف على الأوتار، وكان المضمون الكلامي ليس فيه ما يؤدي إلى الفتنة والشهوة، فقد اختلف فيه. فقال طائفة: صوت المرأة بالغناء عورة، لأنه مظنة لحصول الشهوة واللذة، وهو أصلا ما زينته وحسنته وحبرته إلا لقصد التذاذ سامعه واستحسانه وطربه به. وقال طائفة: ليس بعورة، وهذا الذي يترجح لما ثبت في سنن الترمذي بإسناد حسن أو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة عند رجوعه من غزوة من الغزوات، وبينت أنها نذرت إن رده الله سالما أن تضرب على رأسه بالدف وأن تغني، فقال: إن كنت نذرت فافعلي، وإن كنت لم تنذري فلا تفعلي. ففعلت وضربت دفها وغنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ملأ من أصحابه، حتى دخل عمر بن الخطاب فلما رأته سكتت وجلست على دفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسمعون لهذه المرأة، وليست من محارمهم، وهي تغني وتضرب بالدف. فلذلك يبدو أن هذا الأمر إذا كان بهذه الضوابط فليس صوتها فيه عورة إن شاء نعم. الله.
طيب بالنسبة لقراءة القصص التي فيها يعني آلهة خيالية أو حتى الألعاب، هل يصح ذلك؟ بالنسبة للقصص المؤثرة التي تبقي في الإنسان تخيلا معينا وتمجيدا للآلهة وذكرا لها، والأخ تونسي وهو يعرف بعض القصص التي كتبها المسعدي، مثلا قصة السد أو غيرها ونحو ذلك، فهذه فيها تأليه لصاهبة وأشياء مثل هذا القبيل، فهذه لا يحل قراءتها بهذا القصد. أما ما كانت بمجرد قصة كقصص تعظيم أهل الجاهلية لأصنامهم، وهذه تأتي دائما في سياق الإنكار عليهم وبيان ضعف عقولهم نعم عندما كانوا يعبدون حجارة لا تغني عنهم شيئا، فذلك لا حرج في قراءته. وفي كثير من كتب التاريخ ذكر لتلك القصص ومعاملاتهم مع آلهتهم وما كانوا يعبدون من تلك الأصنام وما كانوا يتقربون إليها بالذبح والنحر ونحو ذلك. ولهذا المرجع في هذا إلى القصد. نعم وكذلك القصص الخيالية إذا كان فيها شيء يثير الشهوة ويحرك الجنس لدى الإنسان فذلك ممنوع، وإذا كانت قصصا عادية كقصص الأدب التي هي في كتب الأدب كقصص التي القصص التي في كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني والقصص التي في كتاب ابن عبد ربه العقد الفريد والقصص التي في كتب الأدب كلها، فهذه لا حرج إن شاء الله تعالى في نعم قراءتها. بالنسبة لسؤاله الأخير، هل سفر المرأة مع أصدقاء العائلة جائز؟ المرأة إذا كان السفر يوما وليلة أي 24 ساعة فلا يحل أن تخرج فيه إلا مع ذي محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. والخروج مع أصدقاء العائلة إذا كان فيه إمكانية خلوة أو إزالة الحشمة بين الرجال والنساء فهو محظور ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، قالوا والحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، والحم قريب الزوج، فإذا كان قريب الزوج ممنوعا من الدخول على النساء فكيف بمجرد الأصدقاء؟ بارك الله بكم. طبعا أنا لم أنسى أسئلة السادة المعلقين على الفيسبوك، ولكن الأولوية للاتصالات كما تعلمون في هذه الحلقة. ومعنا عبد الله من بريطانيا. السلام عليكم أخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا ومرحبا سيدي. الله يحييك. أولا أسأل الشيخ الدعاء لي ولوالدي جميع إخواني وأخواتي وأزواجنا وذرياتنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسبغ عليك وعلى والديك وأهلك أجمعين نعمه ظاهرة وباطنة، أن آمين. يفرج همومكم وينفس كروبكم ويقضي حوائجكم. آمين. اللهم آمين. تفضلوا سيدي. أسأل فضيلة الشيخ، هل فضيلته تدبر في تكرار قوله تعالى ما أسألكم عليه من أجر في آيات مختلفة وسور مختلفة؟ وهل فيها من استنباط لما ينبغي أن يكون عليه حال ورثة الأنبياء والدعاة في هذا العصر؟ والسؤال الآخر بارك الله فيكم عن المقولة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وهي ومنها فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، فقد وجدنا والله الجزء الأول صحيحا بما تعلمناه من فضيلة الشيخ، هل وجد فضيلة الشيخ البدر شيئا من الجزء الثاني؟ وهل يفتقد فضيلة الشيخ الدجل الدكتور عادل بناعمة ونحن والله نفتقده لأنفسنا ولفضيلته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم وشكرا جزيلا لاتصالكم أخ عبد الله. معنا الأخ سعيد من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله أخ سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. شيخنا نحبك في الله، نتمنى أن تدعو لي ولوالدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك ويقر عين والديك، آمين، يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. آمين. شيخنا أريد أن أسألك عن حلاوة القرآن التي كثير منا لا نحس بها، في حين أن رأس الشرك الوليد بن المغيرة في شهادته عن القرآن قال إن فيه لحلاوة، يعني كيف لمشرك ورأس الشرك ما يشعر بحلاوة القرآن في حين أننا نحن مسلمون كثير منا غابت عنا هذه الحلاوة؟ جميل جميل إن شاء الله.
شاء الله الآن تسمعون الإجابة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أخ سعيد. في سؤال آخر أخ سعيد؟ طيب شكرا جزيلا للأخ سعيد لاتصالي وتفاعلي معنا. شيخنا بالنسبة لسؤال الأخ سائل من بريطانيا، يعني بدأ معكم بالحديث هل في تكرار قوله تعالى ما أسألكم، أو تدبر في قوله تعالى ما أسألكم عليه من أجر، وهل من استنباط نعم لما ينبغي أن يكون عليه حال ورثة الأنبياء في نعم هذا هذا شرط العصر؟ من شروط النجاح في الدعوة، أن لا يريد الإنسان بها غير وجه الله، وأن لا يريد بها أي جزاء دنيوي يأخذه من الناس سواء كان ماديا أو معنويا، فذلك مناف للنجاح في الدعوة ومناف للإخلاص فيها، والدعوة عمل يبتغى به وجه الله، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله. قد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذلك كل أنبياء الله يقولون ما أسألكم عليه من أجر، وقل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا، فكلهم يصرحون لمن يدعونهم بذلك ويعيدون ذلك، كما في سورة الشعراء يأتي ذكر ذلك مرتين في قصة كل نبي، وذلك لتأكيد هذا الشرط، وأن الناس يفهمون الأمور فهما ماديا فيظنون أن الداعية إنما قام ليعرف وإنما يدعو إلى نفسه لا إلى ربه، وأنه يريد جزاء ماديا أو معنويا أو شهرة أو ذكرا أو نعم. تأثيرا في مقابل دعوته، وهذا ما تبرأ منه الأنبياء وبرأهم الله منه. جميل. بالنسبة لسؤاله الثاني عن المقولة المنسوبة للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أفضح أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليه. نعم، فقد وجدنا والله جزاءها في الأول صحيحا بما تعلمناه من فضيلة الشيخ، فهل وجد فضيلة الشيخ الددو شيئا من جزئها الثاني؟ وهل يفتقد فضيلة الشيخ الددو الدكتور عادل بنعمة؟ فنحن والله نفتقده لفضيلتكم. بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله، عذب عذابا كثيرا وحبس مدة طويلة، وأوذي في الله عندما وقف في وجه فتنة القول بخلق القرآن وثبته الله على ذلك، وأوذي وعذب ووضع في الحديد والسلاسل مدة طويلة. وكثير من العلماء والأعلام كذلك، كثير منهم ماتوا في السجون، ومنهم من جلد كمالك وأبي حنيفة، ومنهم من طرد وأخرج من بلده، ومنهم من مات في السجن أصلا كابن تيمية، ومنهم من أحرقت كتبه، ومنهم من صدرت أمواله. هذا كثير في تاريخ الأمة، قل ما تجد عالما يشار إليه بالبنان له أثر إلا وتجد صدق هذه المقولة في حياته. والأخ يمكن أن يكون مطلعا على ما يكتبه الإمام السرخسي في المبسوط، وهو من كبار أئمة الحنفية وكتابه من أهم كتبهم، فإنه في نهاية كل جزء يكتب أنه يكتبه من قعر سجنه وهو مظلوم، ويبين الحال الذي هو فيه في ظلمه. والحال التي نعيشها الآن شاهدة بذلك، فهو يتحدث الآن عن الدكتور الشيخ عادل بنعمة حفظه الله وفك أسره ومن معه جميعا وعجل مخرجهم وحقن دماءهم وأعزهم. فهؤلاء علماء ولم ينقم عليهم أي شيء، لا في دين ولا خلق، وليس بينهم وبين أحد مظلمة، لم يظلموا أحدا ولم يخاصموا أحدا ولم ينافسوا أحدا على كرسي ولا حكم، ولم ينزعوا يدا من طاعة، وإنما كانوا علماء يعلمون الناس، وهم الآن يحاكمون ويحكموا عليهم بعشرات السنين في السجون، وهكذا كثير ممن سواهم كدعاة المسجونين في الإمارات ودعاة المسجونين في مصر وغيرهم. فهؤلاء العلماء والدعاة الذين يقتلوا بعضهم ويسجن، ولا ننسى إخواننا أيضا من العجم،
العلماء الذين حكم عليهم بالقتل في بنغلاديش وقتلوا كالملا عبد القادر والشيخ غلام أعظم وغيرهما. وكما يحصل الآن أيضا لكثير من العلماء والدعاة في إيران وفي عدد من البلدان، ما هذا إلا تصديق لهذه المقولة ولهذه السنة الماضية. والإمام أحمد ما تكلم فيها عن جهل ولا عن خبط عشواء، وإنما هي قاعدة واقعية يجدها الإنسان في حياة كل من سلك هذا الطريق. نعم. والله تعالى بين أن الأنبياء كذلك أصابهم ما أصابهم، وقد افتتحنا هذه الحلقة بذكر بعض ذلك. والله قال لرسوله صلى الله عليه صلى الله وسلم: عليه ما وسلم. يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وإذا كان الأنبياء الكرام قد أوذوا، ومنهم من قتل، ومنهم من أخرج، ومنهم من حبس، ومنهم من رمي في النار، وأوذوا بأنواع الأذية، فكل من اقتفى أثرهم ونال شيئا من ميراثهم لا بد أن يناله بعض ما نالهم. ولذلك كل العلماء والدعاة إنما هم حلقات من سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من المخلصين في كل العصور. وكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فلا بد أن تصيب السلسلة كلها، ولكنها نكبات مباركة هي معالم على الطريق تدل على أن السالك لم يضل ولم ينحرف عن هذا الطريق، ولذلك أصابته النكبات على هذا الطريق. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، ويفرح بها المؤمنون الذين يحسنون التعامل مع الله سبحانه وتعالى ويتأدبون معه إذا جاءتهم أذية في سبيل الله ومن أقدار الله، وذكرتهم أنهم على الطريق الصواب وأنهم على طريق الحق الذي ينكب أهله ويمتحنون. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، ولذلك هذه قاعدة ماضية إلى قيام الساعة. أما ما يتعلق بفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن أحمد بن نعمة، فكل أهل العلم والدعوة والأدب والإعلام والخطابة والفنون المختلفة التي كان له أبلغ الأثر فيها يفتقدونه ويدعون له في صلاتهم دائما، يذكرونه في كل أزمة وفي كل مشكلة كان يخطب عنها، وكان لسانا صادقا لهذه الأمة، وكان أيضا أديبا شاعرا وكاتبا صحفيا مبدعا، وكان يعبر عن ضمير هذه الأمة الجمع. فإذا جاءت مشكلة في أي بلد من البلدان كان هو معبرا عن روح الأمة وعن الصواب. نسأل الله أن يفرج عنه وعن آمين المشايخ الذين معه جميعا وعن كل المظلومين آمين المضطهدين والمعتقلين في كل بلد من بلدان الإسلام اللهم وغيره آمين يا رب العالمين ومشارق الأرض ومغاربه. آمين. إن شاء الله الآن معنا اتصال هاتفي من الجزائر ومن بعده ليبيا، نبدأ بإسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي إسماعيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا ومرحبا، تفضلوا سيدي. جزاكم الله خيرا أخي. بارك الله بكم. حياكم الله شيخنا، أحبكم في الله. أحبكم الله، عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا نسألكم الدعاء، نحن مقبلون على امتحان في الفترة القليلة إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقك ويسددك وييسر لك كل عسير. آمين. جزاكم الله خيرا. أخي عندي 3 أسئلة. تفضلوا. بالنسبة للسؤال الأول، في المدة الماضية كان العمل بعيدا عن البيت حوالي 150 كيلو، وكنت في بعض الفترات في بعض الأسابيع أبقى هناك أكثر من 5 أيام فأصلي صلاة عادية، وفي بعض الأيام أبقى 3 أيام فأقصر الصلاة هناك وأنا في المنزل في مكان العمل. نعم. ما حكم هذا؟ وما هي المسافة التي يراها الشيخ أقل مسافة فقط؟ طيب أخ إسماعيل، أنا أريد منك أن تطرح علينا السؤال تلو الآخر،
خلينا نبدأ بالسؤال الأول ويجيبكم فضيلة الشيخ عليه، ومن بعدها تطرح سؤالك الثاني إن شاء الله. نعم تفضلوا شيخنا. نعم إن شاء الله. نعم، بالنسبة لمكان عمله إذا كان منفصلا عن مدينته وبينهما مسافة قصر، وكان هو يداوم في مكان عمله، فإنه لا يقصر في مدينته طبعا لأنها سكنه، ولا يقصر في مكان عمله لأنه مستوطن فيه، وإنما يقصر في الطريق بينهما إذا أدركته الصلاة في الطريق. نعم. ولكن له إذا كان في مكان العمل أن يجمع للحاجة إلى ذلك، إذا جاءت حاجة أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، والجمعان أفضلهما أرفقهما، فالأرفق به من ذلك له أن يفعله، لكن الرخصة في الجمع أسهل من الرخصة في القصر. وبالنسبة و للمناسبة للمسافة، نعم، ولكن بالنسبة لتحديد المسافة لم يرد نص في تحديدها، والله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأهل العلم اختلفوا في ذلك، وأقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله حسب عليه ما وسلم. قالوا هي 48 ميلا، والميل مختلف فيه، فقيل هو الكيلو أي 2000 ذراع، وقيل هو المايل الإنجليزي أي 3500 ذراع، وقيل هو الميل البحري 5000 ذراع، ولكن الأول هو الأشهر. ولذلك هذه أصلا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم صلى يقصر الله في عليه أقل وسلم. من هذا ليس مانع للقصر في أقل منه، ولكنه نعم. بيان لأن هذا القدر قطعا يمكن أن يترخص فيه. وأهل العلم اختلفوا كما ذكرت، وقد رجح ابن تيمية مذهب الشافعي في هذا، وهو أن القصر مرتبط بما يسمى سفرا، وأن السفر من السفور وهو الخروج، فما يحوج إلى الزاد والراحلة فهو سفر، جميل. المسافة التي لا يقطعها واسط الناس على أرجلهم ويحتاجون فيها إلى حمل شراب وأكل، إيه أو نعم إلى بحث عن ما يقطعون عليه المسافة من الركوب. نعم هذا هو الذي يقصر فيه إذا كان خارج المدينة. أما إذا اتسعت المدن وكان الإنسان يسافر في داخلها ويحتاج إلى أن يركب القطار ويشتري في القطار مأكلا ومشربا لطول الوقت، فهذا لا يقصر لأنه داخل المدينة ولم يخرج منها ولم يسفر. نعم أخي إسماعيل، بالنسبة لسؤالك الثاني. في هذا السؤال أخي، هذه الصلوات التي صليتها بالقصر أعيدها أم أنا صليتها تأويلا مني أني لم أكمل 4 أيام في المكان؟ تفضلوا شيخنا. لا 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 تقضيها، لكن لا تعود إلى ذلك في المستقبل، فهذا المكان الذي فيه عملك وتتقاضى منه راتبك هو وطن بالنسبة إليك، حتى لو لم تبقى فيه إلا ساعة واحدة فأنت من أهله بذلك الاعتبار. طيب أخ أما إسماعيل، المكان الذي لا ترتبط به بعقد عمل وليس لك فيه ارتباط، فهو الذي إذا نويت فيه إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفرك، وإذا لم تنوي ذلك فإنك تبقى على قصرك فيه. طيب أخ إسماعيل، سؤالك الثالث. في سؤال يعني هناك شخص تعامل مع الطيرفة الإسلامية، أها وعوض أن يخرج الأجهزة المتفق عليها اتفق مع صاحب المحل وأعطاه نقودا. أنا سألت الشيخ مرة عن هذه المسألة وقال لي أنها لا تجوز، لكن هذا الشخص الآن تعامل وأخرج هذه النقود، يسأل عن حكم هذه النقود، أما كيف يفعل الآن؟ الطيرفة الإسلامية تقتطع من راتبي الجزء المتفق عليه. نعم. طيب تفضل نعم، الشيخ. بالنسبة لما ما يقتطع منه إنما هو استرجاع للمبلغ، فالعقد أصلا فاسد في ذاته، فإذا كان بالقرب يمكن أن تسترجع النقود وتصحح المرابحة، وإذا كان ذلك قد مضى تكون التوبة فقط هي التي تجب على صاحبه. نعم بارك الله بكم، شكرا للأخ إسماعيل لاتصالك. أبو عاصم من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، أهلا ومرحبا سيدي. إني أحبك في الله، أحب الشيخ وأتناش من سالك. أحبك الله وفقك الله ورحمة ليبيا بصفة عامة. سؤالي هو في صورة مثيل لا الشمس لها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. لا، هل نفهموها أن النهار بعد الليل النهار؟ سياق الآية اللي نفهمها أن الليل ما يسقط النهار، يقول الليل بادي في البادي، يقول بداية يعني.
طيب، مش عارف هل فهمت هذه ولا ما فهمت. هلا مع تقطع الصوت، مع تقطع الصوت، هل يمكن لك أن فهمناه فهمناه تختصر لنا سؤالك بشكل أوضح؟ فهمناه يا في شيخ سورة فارس. ياسين، سورة ياسين نعم. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نعم. هل الليل بعد النهار أم النهار بعد طيب، الليل؟ بارك في الله سورة بكم. الآية ما يسبق الليل النهار. طيب، واضح، شكرا جزيلا لك لاتصالك وتفاعلك، تفضل شيخنا. بالنسبة للسبق هنا لا يقصد به الترتيب الزمني، وإنما يقصد به إدراكه. سابقه معناها فيه مسابقة، حركة، مثل القمر والشمس كلاهما يجري في هذا الفلك، كل في فلك يسبحون ولا يصطدمان أبدا. وكذلك كل الكواكب والمجرات على كثرة ما فيها من مليارات النجوم لا تصطدم، وذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى. وكذلك الليل يأتي في وقته والنهار يأتي في وقته، من بداية الدنيا إلى نهايتها، وكل ذلك بهذا التقدير العظيم والحساب الذي سير الله عليه هذه الأفلاك. هذا معنى السبق. نعم. وليس معنى السبق أن الليل لا يسبق النهار، بمعنى أن الليل لا يكون قبل النهار، بل الليل لا بد أن يكون قبل النهار بالنسبة للدورة القمرية. نعم. فالأيام إذا حسبت بدورة القمر، فنحن الآن في ليلة الثلاثاء مثلا، وغدا يوم الثلاثاء، فالليل سابق النهار بمعنى ترتيب الزمني في الدورة القمرية. أما بالنسبة للدورة الشمسية، فالنهار يسبق الليلة، فتكون الليلة تابعة للنهار الذي قبلها. نعم، معنا اتصال هاتفي أيضا من الجزائر، الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سيدي، أهلا ومرحبا. التحية لك ولشيخنا الكريم عالم من الجليل. حياك الله. نحبك في الله شيخنا. عندي سؤال، حبك الله. هل يجوز للمتزوجة أن تبات، أن تقيم في بيت ابن خالها، علما أنها تريد أن تجتاز الامتحان وستسافر مع أحد محارمها، ثم تقيم عند ابن خالها؟ هو كبير في السن ومتزوج، وله كل له بنات فقط، ليس له أولاد. هل يمكن أن تقيم عنده يومين ثم تجتاز الامتحان وتعود إلى بيتها مع أحد محارمها؟ نعم، نسأل من الشيخ الدعاء، نرجو أن بارك الله فيك، وفقكم الله، وفيك بارك الله الشيخ، وأطال في عمرك وشفاك إن شاء الله. وإياك. آمين آمين، بارك الله نعم بكم. لا حرج في ذلك، إذا كان البيت مأمونا وكانت هي ضيفة على قريب لها، وله بنات يسكن معها، وله زوجة، ولا يتوقع الاعتداء ولا الخلوة، فلا حرج في هذا، هي ضيفة حينئذ عندهم. جميل، معنا اتصال هاتفي أيضا، محمد من الكونغو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، تسمعني؟ طيب، واضح أننا فقدنا التواصل مع الأخ محمد. شيخنا، بالنسبة لسؤال وردنا على الواتساب، يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، ما معنى الآية والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس؟ الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بعدد من الصفات، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالمتصفون بالصبر في البأساء معناه بشدة البأس و الجوع والفقر، والضراء المرض والأذية أيا كانت، وحين البأس معناه في وقت القتال، فهم الشجعان الذين يصبرون على مقارعة الأعداء في وقت القتال حين البأس. هؤلاء متصفون بالبر الذي هو اسم جامع لكل خير. نعم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جميل جدا. هناك أيضا سؤال يبدو من نفس السائل، يقول: هل يجوز النذر بنية الحمل؟
بالنسبة للنذر المعلق كله لا خير فيه، وهو أن ينذر الإنسان لله أمرا إذا أعطاه كذا، إذا نجح في امتحان أو حملت المرأة أو تزوج فلان أو تزوجت المرأة الفلانية أو نحو ذلك، هذا كله من النذر المعلق ولا يرد من قدر الله شيئا، وإنما ينتزع الله به من يد البخيل، فصاحبه بخيل مع الله سبحانه وتعالى، ما أراد أن يتقرب إلى الله بالنذر وهو عبادة إلا في مقابل ما يجنيه ويحصل له من أمور دنيوية. والعبادة في الأصل لا يقصد بها أمور الدنيا، وإنما تقصد بها أمور الآخرة والنجاة من النار ودخول الجنة، فلذلك يكره النذر المعلق، ولكنه يلزم إذا نذر، إذا حملت زوجته أو نذرت المرأة إذا هي حملت أن تصوم أو أن تتصدق، فإنها يلزمها ذلك إذا وقع ذلك. جميل جدا. معنا اتصال هاتفي، إبراهيم دغستاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك أريد أن الله. أعيد السؤال بالنسبة للإسرائيليات. حديثنا صلى الله عليه وسلم حدث عني بني إسرائيل ولا حرج، هل يجوز لنا أن نأخذ هذه الإسرائيليات في العقائد وفي الفقه؟ هل يجوز أن نأخذ بارك الله الإسرائيليات؟ بالنسبة نعم تفضل تفضل، واضح السؤال يبدو. بالنسبة للأمر بالتحديث عنهم ليس معناه تصديقهم والأخذ بحديثهم، فإنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال أيضا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فإذا حدثت عنهم بحديث فيه موعظة ورقائق، وهذا الذي يحدث به في الإسرائيليات، أما ما يتعلق باعتقادهم الفاسد وتحريفهم للكتب وقتلهم للأنبياء وغير ذلك من إجرامهم فلا يحدث عنهم به، ولا تؤخذ الأحكام من ذلك إلا بالشروط المعروفة في الأصول، وهي أن شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما يقابله وورد هو بشرعنا ولم يأتي له تبديل ونسخ فإنه يكون من شرعنا، شرع من شرعنا شرع من قبلنا إذا ثبت بشرعنا فيما لم يرد فيه شرع لنا فهو شرع لنا. جميل، شكرا لك أخ إبراهيم. الأخ يوسف الصديق يسأل ما حكم الشرع في صلاة الكراسي، هل يؤخذ بقول من يقول ببطلان الصلاة على من يمسح الجوارب؟ كذلك الأمر سؤالين يعني في سياقين مختلفين، تفضلوا. بالنسبة للإنسان المسافر إذا كان في الطائرة مثلا، لعله هذا الذي يسأل عنه، فيجوز له صلاة النفل على كرسيه أنها توجهت به الطائرة ولا يلزمه حينئذ استقبال القبلة، أما الفريضة فلا بد فيها من استقبال القبلة، ولا يحل له أن يجلس على الكرسي ما دام قادرا على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأهل العلم ذكروا سبع مراحل من هذا في هذا الحديث، أربع منها الترتيب بينها واجب شرط في صحة الصلاة، وثلاث الترتيب بينها سنة. فالأولى هي أن يصلي الإنسان قياما بالاستقلال، ثم القيام بالاستناد، ثم الجلوس بالاستقلال، ثم الجلوس بالاستناد، وهذه الترتيب بينها واجب شرط. ثم بعد ذلك الاضطجاع على الجنب الأيمن ووجهه إلى القبلة، ثم الاضطجاع على الجنب الأيسر ووجهه إلى القبلة، ثم الاضطجاع على ظهره ورجلاه إلى القبلة، وهذا الترتيب بينها مسنون فقط وليس شرطا في صحة الصلاة. نعم. وأما ما يتعلق بالمسح على الجوارب فأمر فيه يطول، لأن الجوربين اختلف فيهما هل يمسح عليهما أم لا، وهذا الخلاف سببه الاختلاف في القراءة، فإن آية المائدة اختلف فيها القراء فانقسمت القراءات السبع فيها على وجهين، الوجه الأول وهو رواية النصب امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيها ثلاثة من القراء السبعة وراوي من راويي قال رابع، ووجه الجر وهو امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قرأ بها ثلاثة من القراء السبعة وراوي الراوي الثاني للقارئ الرابع، فلذلك كان انقسمت القراءات السبع تماما في بين النصب والجر في هذه الآية، والآية أصلا اختلف في المقصود برواية الجر وأرجلكم، فقيل المقصود بذلك المسح على الخفين، وهذا الذي أخذ به كثير من أهل العلم، وقيل المقصود به في الأصل
أن قراءة الجر إنما هي للجر على المجاورة وليست ليست قصدا للمسح. أرجو لكم بالجر معطوفة على اغسلوا نعم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولكنها جرت لمجاورتها لقوله برؤوسكم كقراءة حمزة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والأرحام مجرورة وهي معطوفة، وهي أقصد مجاورة لبه الضمير المجرور بالباء. ومثل ذلك قول امرئ القيس كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي، فمزملي نعت لكبير المرفوعة، وكان حقها أن يقال فيها مزملو، ولكنها جاورت في بجاد فجرت بالمجاورة. وعلى هذا فإذا كان المقصود بالرواية الجر المسح على الخفين، فيكون المسح على الخفين عزيمة لا رخصة، لأنه ذكر في أصل التشريع. نعم وإذا كان عزيمة جاز القياس على الخفين، كل ما يستر محل الفرض في الرجلين ولبس على طهارة فيكون حينئذ محلا للمسح. جميل. وهذا قال به جمهور أهل العلم، فقالوا يجوز المسح على الجوربين قياسا على الخفين. نعم وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة، منهم علي وأبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وروي عن أنس بن مالك وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعدد من الصحابة الكرام. وبه يقول عدد من الأئمة يرون جواز المسح على الجوربين، نعم وقد رأى آخرون أن المسح على الخفين رخصة أصلا بناء على رواية النصب. نعم وإن كان ابن جرير الطبري يقول القراءتان كالآيتين، أنا كل واحدة منهما يستدل بها لثبوتهما وتواترهما. جميل. وعلى هذا فإذا كان المسح على الخفين رخصة لا عزيمة، وكان الأصل هو وجوب غسل الرجلين إذا لم تكونا في خفين، وكان مسح الخفين عارضا وكان رخصة، فلا يقاس عليه، لأن المعدول به لأن الرخص من المعدول به عن سنن القياس، نعم والمعدول به عن سنن القياس لا يكون أصلا فلا يقاس عليه. جميل. وقد ورد في السنن من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فظاهر إسناده الصحة، نعم ولكن أبا داود ذكر أن عبد الرحمن بن مهدي لم يكن يحدث بهذا الحديث وأنه ضعيف، لأن المعروف عن المغيرة أنه كان يمس النبي أنه روايته لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وليس فيها ذكر الجوربين في الرواية المعروفة في الصحيحين وغيرهما. نعم وكذلك من الذين ضعفوا هذا الحديث النسائي في سننه. وأما الترمذي فإنه ذكر صحته وذكر من قال بالعمل به، ولكن شرط أن يكون الجوربان ثخينين، قال إذا كان الجورب ثخينا، ورأى أن المسح عليه يكون على المسح الجوربين وحدهما وعلى النعلين وحدهما، فيكون الحديث أيضا فيه إشكال من ناحية المتن، وهو مسح على الجوربين والنعلين، هل المقصود على الجوربين في داخل النعلين أو على الجوربين وحدهما مرة وعلى النعلين وحدهما مرة؟ والجمهور المالكية يرون أن المسح على الخفين رخصة فلا يقيسون عليه الجوارب، ومن سواهم من المذاهب تقريبا جمهورها على أن المسح على الجوربين جائز، نعم ومنهم من يشترط لذلك كون الجوربين ثخينين، وهذا مذهب جمهورهم، وبعضهم لم يشترط ثخانة الجوربين، وهذا مروي عن بعض الحنابلة. ويبقى قضية الاشتراط ما يشترط للخفين في لبس الجوربين، كأن يكون على طهارة مائية كاملة، وهذا الشرط اشترطه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة لينزع خفيه قال دعهما فإني لبستهما طاهرتين. والحنفية لا يرون اشتراطه، فيرون جواز المسح على الخفين نعم ولو لبسهما الإنسان على غير طهارته. وأقوى ما يستدل به للمسح على الجوربين هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة من الغزوات أو سرية من السرايا أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، تساخين ما يسخن الأطراف، وهو مثل هذه الجوارب. نعم
وفي حديث أنس أنه لما قدم المدينة ومسح على جوربين أنكر ذلك عليه أبو طلحة، وهو أنس ربيب أبي طلحة، نعم أبو طلحة زوج أمه، زوج أم سليم بنت ملحان. جميل. فقال له: وهل هما إلا خفان؟ قال عراقية. قال: وهل هما إلا خفان من صوف؟ نعم. فأنس قاسهما على الخفين، وذكر أن العبرة ليست بأصل المادة وإنما هي بستر الرجل. واضح. وعلى هذا فلا بأس بالمسح على الخفين، وبالأخص في حال ضيق الحال كالسفر، وأن يكون الإنسان في الغرب أو في الدراسة في الجامعات أو المستشفيات التي يشق عليه نزع الخفين الجوربين فيها وغسل الرجلين. شكرا جزيلا لكم فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا لوجودكم معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين. أشكركم جزيل الشكر، وأنقل صوت المشاهدين بطلب الدعاء لهم من قبل فضيلتكم الأخ محمد محفوظ وغيرهم. جزاكم الله خيرا وبارك بكم، وشكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، لضيق الوقت وانتهاء وقت الحلقة لم أستطع أن أنقل كل رسائلكم، نعتذر من الأخت نبأ ومن غيرها من المتصلين الذين لم نستطع نقل صوتهم في هذه الحلقة، لكن نأمل أن تكونوا معنا في الحلقة القادمة. ها هو فاتح حبابة يحييكم في أمان الله.